هاي مو نفسها. لك شو عم تحكي؟ هاي مو نفس البنت. ماشي شوف شو جبت لها. شو هاد؟ طيب امسك افتح وشوف شو هاد. تارون شو هاد؟ ايه نفس القميص. تارون انا ما فيني اقبله. ليش؟ ليش ما فيك؟ انا عم خيرك، انا جبت القميص هذا الك والهدية ما بترد. انا وياك رفقات والرفقات شي طبيعي يجيبوا هدايا لبعض. وانت لازم تعجب البنت يلي شفتها بالمحل. شو؟ شو؟ بدها تنعجب فيي بسبب القميص؟ على كل حال مو بالقميص. انت واحد غني عندك 4 سيارات عم تشغلهم، ما عندك مشكلة. طيب قلي شو المشكلة اللي عندك؟ هات لشوف. كم واحد عم تعيش؟ ما رح تكون مسؤول على عيلة مثلي. ليش؟ قلي شو مشكلتك انت؟ قلي. انت مشاكلك غير، في فرق. بتعرف شي نحن كم واحد؟ 6. وبتعرف قديش بطلع مصاري بالشهر؟ شي 16,000 روبية. لكن حساب عندك قديش كل شخص بيلزمه. في عندي تعليم اختي ومصروف البيت اللي بيهد، وغير هيك لما بيكون بدي اشتري اي تياب جديدة بتعرف بحس وقتها اني بمشكلة كبيرة. ومشان المكافآت نحن ما بنكسب زيادة الا اذا في شغل مستمر زيادة عن المطلوب. فهمت شو عم اقول؟ كلامي واضح؟ مازن انت ما بتتغير. بتعرف مازن الشباب بعمره مستعدين يموتوا مشان الحب، بس انت في فرق بيني وبين الشباب. بيقدروا يشتروا بطاقه ليحضروا فيلم بالسينما ويعيشوا احلامهم، بس انا لازم اشتغل لحتى اقدر احقق حلم واحد بحياتي كلها. ويا دوب اللبس والعيشه المرفهه وعود الحب والبنات كلهم مو إلي. حياتي أنا لازم أتكيف معها. والبنت اللي تقدر تتكيف مع عيلة من 6 أشخاص بتناسبني. لهيك حياتي شغله بس. كل الناس بتحب وأنت كمان، إلا ما تحب شي يوم. ما حدا بيقدر يصنع الحب ولا حتى منقدر نشتري، بيجي لحاله. فهمت؟ هاي اشتغلت قصة حبك، رح تشتغل مثل هالسيارة العتيقة. منشوف إذا رح تبلش. ماما؟ بالقطار في كتير عجقة، يا ريت تشيلوا المجوهرات كلها وحطوها بالجزدان بسرعة. لكن ليش خليتينا نلبسهم؟ اسكتي، في كتير سرقات بتصير بالقطار هالأيام ولازم ندير بالنا من كل شيء. خبيهم منيح. يلا القطار وصل. يلا فارشو. عادي امي. معلم أنا بالقطار بدي ربع ساعة. ماشي. إيه معلم. Thank you.
بعتقد رح شوف وجهها اليوم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.